أهلا بكم إلى هذا المشهد الجميل والصوت الهادر للشلالات الصافية الجميلة في بلادنا. هنا خودان، هنا سائلة المرجب الواقعة بين قريتي طنبان والمقبض من عزلة خودان مديرية يريد. فللعلم أنني في هذا العرض الساحر والصوت الهادر لم أبتعد عن التاريخ، التاريخ اليمني الحافل بالأخبار والروايات والقصص التي ما تزال مخفية عن العالم حتى هذه اللحظة. لم أبتعد عن مآثر مملكة حمير وقراها ومسمياتها التي ملأت آفاق المعمورة. ففي خودان مواقع حميرية ومناطق أثرية تحدثت عنها الكثير من المصادر والنقوش، وسنستعرضها في مقاطع قادمة إن شاء الله. هل سمعتم بلكمة شمر؟ هل سمعتم بوادي عبري؟ هل سمعتم بقرية رعاذي والتي تسمى اليوم الرعادي؟ هل سمعتم بمدينة شكيم وهي اليوم تسمى قرية الشكامي؟ هل سمعتم بشمران والسورة ومرعويس وذودان؟ هل سمعتم بضولان والركب وحجر دهان؟ هل سمعتم بمورد مورات وعين العبر وعبر الماء موطن العبرانيين؟ كل هذه المسميات حميرية وتاريخية موجودة في عزلة خودان، تحدثت عنها النقوش وكتاب التوراة، وسأحاول جاهدا تغطية هذه المسميات بالصوت والصورة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أترككم الآن مع هذه اللوحة الربانية الجميلة الساحرة، على أمل أن نلتقي بكم مع لوحة أخرى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.